ده بيكون شكلها، هي بيبقى شكلها كده تمام. انا خليته شال الراس يا سلام، وفتحها علشان تبقى بالشكل اللي انت شايفه ده يا سلام. تمام اهي اوكي اهو، بص كده اسهل كتير في الاكل اهي. تمام حلو معايا؟ طبعا معاكي. طيب هنحطها كده دي هنا، هننشفها من النقع على اننا هنقليه، ده هيتقلي طيب، فهننشفه من النقع. هاخد الطحين مش هحط له اي حاجه، هو بس زي ما هو كده اوكي. هخلي اعلي على الزيت. خلينا نعلي على الزيت، احنا هنقليه اصلا في الفاصل يعني. طيب هناخده كده زي ما هو، عايزه اجيب بس مقص علشان نبقى ايه، نشيل شايف الحاجات دول، خلينا نشيلهم دول ماشي، بس عشان مش حلو ان احنا بالظبط تمام. هشيلهم وبعدين هنبتدي بقى نغطيه يعني. لو في اي حته منهم موجوده خلاص. والله هيك جايبه بصل اخضر كمان يعني، ولا وجرجير وكل حاجه، وجرجير بقول لك الخس معه كمان يعني، باكل خس معه خس وملانه وايه، لا خلاص مش عارفه والله ايه خس ولا. لا خلاص يلا، بص هنعمل ايه، هناخد بقى الفسيخ بتاعنا تمام، وهنحطه في الطحين بس من الناحيتين، وهنقليه في زيت مش غزير كده، زيت زي ما انت شايف اللي هو أوكي. يعني بس يغطي لي قاع جميل. يلا هكذا اوكي اوكي اهو. هناخد الفسيخه بتاعتنا اهو ونحطها كده هنا، ودي ونحطها هنا، وهنستنى بقى عليها بس تتقلي كده، مش هتاخد وقت خالص. نعمل التتبيله اللي بالطحينيه وبنخليها على جنب اوكي. شوف هنعمل، بص هناخد دلوقتي بصله ماشي، هنحط بصله هاي مفرومه يمكن بس هحطها، وبندوره مفرومه هنحط طماطم تمام، وهنحط فلفل حار، البصله قررت هزودها دلوقتي، وهنحط ثوم، وهنحط فلفل احمر اخضر حار. والله عندنا يعني هنا كمون حلو، مش هنحط بقى ملح غير يا دوب، عندنا هنا الخل، وعندنا هنا الليمون هسيب بس شويه ماشي، وعندنا هنا البقدونس تمام اوكي اهو. دي كده عايزه بس شويه ملح صغيرين مش كتير قوي، ما ننساش الفسيخ مالح، وهنجيب معلقه ونقلب الكلام ده كله تمام. طيب هسا انت ما دامك سويتي هيك وما حطيتي طحينه، هتقسميها قسمين، حاجه هتحطي فيها طحينه وحاجه بدون صح؟ ايوه. فهنعمل ايه دلوقتي؟ دي كده التتبيله بتاعتنا، هاي شو هناخد واضحة. هاي شو واضحة؟ انا بشيلها. تفضلي تفضلي. لا الثقه معدومه، لاحظت الثقه معدومه في اني اشيل، انا بطبخ هنا في المطبخ يا شيخ، اطبخ مع اللي انت بقالك كتير ما طلعناش، انا دلوقتي انا اللي بطبخ. لا والله ما بشوفش. ما بتشوفيش؟ لا تابعيني على متابعاك وسائل التراجع الاجتماعي. طيب هناخد دلوقتي الطحينيه اللي عندنا، هنحطها بس كده هنا، هحط معاها شويه ملح، فين الملح اهو، وهنحط الاول الميه، لان لو حطينا الليمون من الاول هيخليها مكلكعه هتشد أوكي. جامد أوكي. فهنحط الاول الميه، ناخد من هنا او من هنا مش فارقه تمام، دي شويه ميه وعادي بنعمل طحينيه عاديه خالص اوكي. انت هتقسميها جزئين السلطه زي ما تفضلتي؟ انا هقول لك هعمل ايه. انا علشان خاطر الناس اللي ما بيحبوش الطحينيه، اللي هو انا يعني مش بحبهاش، بحب مثلا بفضل بهاي الاكله اني اكل السلطه بدون طحينيه تمام، فهنحطها على جنب وهقول لك هنعمل ايه دلوقتي تمام. هنحط شويه ميه بس كده تمام. دلوقتي بقى هنحط الليمون، ودايما انا بحب الليمون يكون طبيعي ما يكونش اللي هو بفضله الصراحه طيب هناخد دلوقتي الخضار اللي عندنا ده، خلينا ننقص شويه من دي علشان ما نقولش ايه يا ريتنا وهنحط هنا من ده، من الخضره اللي عندنا دي، وهنقلبها مع الطحينيه يا عيني تمام اهي. دي كده بقت على جنب. هناخد دلوقتي ممكن تجيب لنا البلاتر اللي هناك ده لو نجيب تحب. البلاتر يلا. ميرسي اهو. ميرسي ميرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله كل ده بلاتر يا شيف غدا. اهلين اهلين وسهلين. كل ده عشان العرض؟ كل ده عشان العرض. بص بقى بناخد الطحينيه نحطها كده في النص هنا علشان حل. ايه
الجماعة اللي بيحبوا مع طحينية. ايه مع طحينية كده. اوكي اهي. وهناخد الفسيخ بتاعنا. ما تنسيش الفسيخية بتاعتي. لا مش هنساها. اجيب الطبق بتاعي ونحط بقى عليها من التتبيلة بتاعتنا كده. دي النص بتاعك عشان انت خدت النص التاني. طب يلا ظبطيني.